السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المتتبعين المشاهدين الأعزاء لقناتكم إبراهيم العقارات مكناس. اليوم سنقترح لكم واحد العقار للفئة الكبيرة التي تتواجد في منزل التي تكون من سفلي وثلاثة نتاع الطوابق. احنا حاليا غادي نقترح لكم الشقق التي تتواجدوا في الطابق الأرضي، مثلا نقولوا السفلي. كاين جوج نتاع السفالة، كاين واحد على اليمين واحد اليسار. بالنسبه لهاد الشقق هادو كما تنقولوا تيتشابهوا، بحال الشقه اللي جات على يدينا اليمين بحال اليسار، تقريبا فيهم نفس التصميم، تيبقى غير العكس، وحده كما تنقولوا يمينيه وحده شماليه. فعلى بركه الله ان شاء الله من بداو الوصف نتاع العقار نتاع اليوم. ترحب بالجميع الناس اللي اول مره غادي يدخلوا القناه نتاعنا ولا اللي يشاهدوا الفيديوهات نتاعنا. الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناه يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يستافدوا من جميع العروض العقاريه. والناس اللي مشاركين في القناه نشكرهم على الدعم تاعهم وعلى الوفاء تاعهم. فعلى بركه الله ندخلوا في الوصف نتاع هذا العقار هذا نتاع اليوم. لمساحه اجماليه تقريبا نتاع 105 108 متر، ثمن جد مشجع. فالثمن الاولي نتاع الشقق هو 41 مليون، ان شاء الله راه الثمن ممكن انه يتناقش شويه. فملي تندخلوا مباشره من الباب نتاع الفصيل على يدينا اليمين تلقاو المطبخ اللي هو هذا، فيه لي بلاكار نتاعو بالالومنيوم لتحت، بالنسبه لي بلاكار الفوق بالنسبة لها المقاول هذا متيركبهمش. فكما قلنا المطبخ نتاعنا هو هذا، بالإضافة للكور الخاصة نتاعو اللي هي هذه، عندو واحد التراس اللي هي كبيرة بالنسبة لهاد الكور اللي ممكن أنها تستغل في مجموعة نتاع المسائل، ولا الانسان يزيد كما تنقولوا الا بغى يوسع بها. مثلا المطبخ راه كاين هذه الامكانيه، الا بغى مثلا يسد شي شويه ويدير بحال شكل نتاع صاله مونجي ويخلي لاكور مثلا على هذا العرض هذا تمشي على هذا الطول مثلا ويسد هنايا، سد هنا بداك الشكل نتاع الالومنيوم ولا طلاكيت ولا تيبقى على حساب كيما تنقولوا اختيارات. فمجرد اقتراح، حتى الانسان بغا يدير مثلا يزيد شي كليسه في وسط الكوزينه ولا يوسع المطبخ، راه كاينه هذه الامكانيه هذه. فبالنسبه للترتيب نتاع العقار نتاع اليوم غادي نعطيوه كيما تنقولوا من الدخله نتاع الباب. قلنا على يدينا اليمين صورنا المطبخ وصورنا التراس، على يدينا الشمال حتى نلقاو الغرفة التي نسميوها الغرفة رقم واحد، بمساحة اللي هي كبيرة، عندها جوج نتاع النوافذ. تقريبا الأرض فيها 3 متر، الطول نتاع هاد الغرفة تقريبا كاينة 3 متر ونص. عندنا الانستالاسيون نتاع التلفازة نتاع النيميريك، راه كاين في الغرف ثلاثة وكاين في الصالونات. فالعقار نتاع اليوم ما ذكرش انه فيه 3 نتاع الغرف، وعندنا الصالون وعندنا السيجر، عندنا حمام مشترك وعندنا مطبخ بالاضافه للكور نتاعو. الخدمة اللي هي نقية كما تنشوفو، هذا الصالون، حتى الثمن اللي تنقترحو بيه هاد العقار الثمن كما تنقول الثمن مناسب، الثمن تاع 41 مليون، 3 تاع الغرف وجوج تاع الصالونات ولا صالون السيجار، الثمن مناسب. كما لاحظنا راه صورنا الغرفة رقم واحد اللي جات كما قلنا ملي دخلنا جات على يدينا الشمال، من بعد في هاد الكولوار هذا اللي تيعطينا البيوت غادي نلقاو الغرفة رقم جوج اللي هي هادي، الشكل تاعها تقريبا خريف، فيها 3 متر و20 على 3 متر و20، بالإضافة أن عندها البلاكار تاعها كاستري، عندها ماريو
لي كاستري مثلا تتبقى مثلا بالنسبه لهاد الغرفه تيبقى البلاصه نتاع الماريو والبلاصه نتاع لي كوافوز. من بعد تلقاو الغرفه، الغرفه راه فيها ثلاثه، هي المساحه اللي هي كبيره. عندها لي فاي بيان جوج نتاع الجهات من اليمين ومن اليسار، وعندنا الدخيلة هذه اللي ممكن مثلا تستعمل في مجموعة تاع المسائل. مثلا إذا كانت البيت نتاع الوليدات ممكن أن البياس تاع الناموسية يوصل حتى لهنا، ولا البلاصة نتاع بالأحرى ممكن أنها تكون البلاصة مثلا نتاع البيرو إذا كانت الناموسية هنايا، تكون البلاصة نتاع المكتب، تكون مثلا في هاد البوان هنا. فالعقار نتاع اليوم عقار متميز، مساحة اللي هي معقولة، والثمن اللي جد مناسب وجد مغري، وكما ذكرت أن الثمن إن شاء الله راه ممكن أنه يزيد يتناقش شوية. من بعد عندنا هنايا الحمام، فيه لافابو نتاعو، فيه طواليت، وفيه الرشاش. فوصلنا للنهاية نتاع الفيديو، تنشكركم على الدعم نتاعكم وعلى الوفاء نتاعكم وعلى تتبع الفيديو حتى لهذه المرحلة هذه. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله. ما تنساوناش بالإعجاب وبالإشتراك من طبيعة الحال إذا كان يهمكم العقار في المدينة تاع مكناس، باش توصلوا كل ما هو جديد وكل ما يخص العقار في المدينة تاع مكناس. دمتم في رعاية الله، وإلى عرض آخر وشقة أخرى إن شاء الله. أعانكم الله.